الو، اني عوفاديا. مين دابايا؟ اني شلومو كوهين سحيرة فرسكين مدابر مهفات فشكول. ايش لي عصرات غنيم شل افرسكين ميازان هاتوف بيوتي روتسيلي في جوش وتخا كدي لدبر على محير. لو حبيبي يش ميتون هشوك لو يزبول كموت كزوت شن اللي كسف لسلم لخا بن زمام عخشاف انيني معونيان لكبل بن زمان قاعد هسحورا ما احرش تمخور شالين بعت تقيم لخا شمعتي شاتخا تحر يسر لخين دي بارتي اتخا كما تشلم لو 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 زيلو كدايو فاديا عايز ياخدهم كلهم وبالقسطه ب$5,000 ابن الحرامين. اوكي عفاديا فاني مسكين نبقى جيش من مساعدات فشكول محارب ابوك بشعة تشع تزيق يا رافون. شالوم عفاديا. شالوم شالوم. وشك انشرح الزهر التليفون ده جايب لك خبر كويس. لا والله يا مزراحي، ده تاجر من فشكول عنده شوية خوخ بايزين عايز يلبسهم لي. أما نشوف. خلاص مستعدين أخناجي؟ أيوة أبو حسين، هنمشي دلوقتي. السيارة جاهزة. الله يوفقكم. بالأمان. يا باشا أنا عايز أجي معاك. نضال وإبراهيم بس هما اللي هيجوا معايا. يا باشا إحنا بدأنا المهمة دي سوا، ولازم نكملها سوا. نضال وإبراهيم بيعرفوا عبري كويس. المزارع اللي إحنا داخلينها كلها يهود. مش عايز قلب الدماغ. إيه يا عم الحاج؟ أنت بتغير ولا إيه؟ احنا رايحين نجيب أسرة مش رايحين كارفور. اغير ايه يا ابني؟ ايه الكلام الفاضي اللي انت بتقوله ده؟ انا كنت شريك في العمليه دي من الاول ولازم يبقى لي دور لاخر لحظه فيها. ما خلاص دورك خلص يا ابو الكباتن، اللي نط نط وخلصنا، وانت عشان نطيت 2 متر هتفلق لنا دماغنا. اللعبه دلوقتي عايزه شاب زي، عايزه واد معاه لغه كده ياخد ويدي في الكلام. انت عارف الباشا اختارني ليه؟ اصل احنا رايحين نجيب 7 دكوره ونتايه، هو بقى جايبني عشان اجيب له النتايه دي. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. يا اخي نبقى في المحنة دي وتفكر في المعصية. معصية يا شيخ حسن؟ ما تخليك محضر خير، ده بدل ما تدعي لنا ان ربنا يوفقنا. ربنا يهدي. وانا مؤاخذة يا باشا، اللي بيحصل ده عيبة في حقنا. مؤاخذة؟ دي مؤاخذة جامدة يا باشا. الله، احنا عيال نورة وعفيجية، يعني رجالة برضو يا باشا. وحد قال ان انتوا مش رجالة يا واد انت؟ الله يا باشا، ما هو بصراحة يعني ايه الواد ابراهيم اللي انت واخده ده؟ ولا البنت التانية اللي اسمها ندال دي؟ ايه ده يعني يا باشا؟ والله العظيم انا والراجل المتع ده ممكن نخطف لك اسرائيل ونجيبها لك تحت رجليك، ولو عايز كمان نجيب لك الراجل بتاعهم الكبير ده بتاع نتنياهو ده ونجيبه لك تحت رجليك يا باشا، بس انت تقشر. بس لا مؤاخذة يعني انت اللي مستقل بينا. هي خناقة في حارة عادتها؟ ده مصيبة. خدنا معاك يا باشا. الموضوع دلوقتي مش موضوع فلوس. احنا نفسنا نعمل حاجة يا باشا. واحنا في مصر كنا تاهين ورا لقمة العيش والحياة كانت واخدانا. انما لما جينا معاك هنا شفنا شباب بيضحوا بحياتهم عشان بلدهم وعرفنا هم بيعملوا كده ليه. وانت زار مش عايز تيجي انت كمان؟ اوعى تكونوا واخدين حبوب الشجاعه وانا مش عارف. انا عايز اكلم امي يا باشا، شوف لي اي طريقه تطمني عليها. انا متاكد ان حالتها دلوقتي بقت خالص. لما نرجع ان شاء الله هخليك تكلمها.
يا سلام يا باشا، ده الجو هنا حلو حلاوة. دلوقتي أنا عرفت ليه الإسرائيليين متبتين فيها. حد يسيب الجمال ده كله؟ ومفيش راديو هنا ولا كاسيت ولا حاجة. كاسيت وراديو إيه؟ أنت ماشي على الكورنيش. أي حاجة برضو تسلينا في السكة يا باشا عشان ما نزهقش. أهو اشتغل أهو. دي أغنية إسرائيلية يا باشا، بتغنيها مطربة عندهم اسمها ليفيانا، بس مطربة قبيحة قوي، كل أغانيها قبيحة. يعني شوف الكلام، اضربني كل يوم، هزقني، علقني. ايه؟ علقني. علقني. شدني من شعري ودوس عليا برجليك، وبعد ما تعمل ده كله هحبك. اموت انا في المعاني الرخيصة دي. واضح ان انت بتفهم عبري كويس قوي يا ابراهيم. امال ايه؟ اصل انا معاشرهم، قعدت معاهم 4 سنين ايام ما كنت شغال في السياحة. يعني عندك مثلا يا باشا الست الاسرائيلية عشان شخصيتها قوية على جوزها تحب الراجل الخشن اللي يفقعها قلمين تنعم وتطرى في ايده على طول، عكس الامريكانية. الامريكانية هبلة. عندك بقى الفرنسوية تحب اللذاذة الشياكة. انت هتحكينا على مغامراتك النسائية؟ انت نسيت ياض احنا جايين نعمل ايه؟ ومالك واثق من نفسك قوي كده؟ تعرف يا باشا لو كانوا طلبوا مننا 6 نسوان اسرائيليات عليا النعمة كنت قمت بالليلة دي لوحدي. هو انت حياتك كلها كده يا ابراهيم؟ كده ازاي يعني؟ يعني كلها نسوان وتفاهة وهبل زي اللي احنا سامعينه ده؟ لا يا باشا، اصل انا راجل مش مكالكع، انا راجل بحب الحياة. يعني لو مكتوب لنا نموت هنموت. نموت بقى واحنا بنلطم ونصوت وشايلين الهم، ولا نموت واحنا بنغني ونرقص؟ هو مين له نفس انه يفرفش ويغني ويرقص وبلاده محتلة؟ احرجتنا. احرجتك. احرجتني الله يديم. ده انت تبل. احرجتك ايه؟ ده انت تبل. سوق. والله رقبتي قد كده. كان فين؟ متفكرش.